المزيد من متابعة التطورات في غزة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا بك أستاذي دكتوري على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، بعد مرور 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، يعني كيف ترى هذه الحرب؟ وهي أطول حرب تخوضها إسرائيل وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبرأيك متى ستنتهي؟ يعني مساء الخير لكم جميعا والمشاهدين. ما يدور داخل قطاع غزة من حرب إبادة ممنهجة من قبل المحتل الإسرائيلي دليل واضح على أن إسرائيل هدفها هو إخراج شعب غزة من أرضه من خلال قصف وقتل البشر وقصف الحجر وتدمير كل شيء. قطاع غزة أصبح كتلة تدميرية، الحياة غير صالحة، الأمراض منتشرة، الشهداء شهداء وجرحى أكثر من 170 ألف ما بين شهيد وجريح موصود تحت أنقاض منازلهم المدمرة والمقصوفة بفعل القصف المستمر على كل شيء. المستشفيات كلها خرجت عن الخدمة، وكان آخر يعني دليل واضح على الإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ما حدث في مستشفى الشفاء وقبله في مستشفى ناصر وغيره من المستشفيات التي تم قصفها في المرضى وبيع الجرحى وبيع النازحين. إسرائيل تعمل بكل جهدها في أن تخرج الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارجه حتى تنهي على أمال وحلم القضية الفلسطينية، وتشترك الإدارة الأمريكية في أنها أعطت إسرائيل القوة الأخضر في المزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني. المشكلة الرئيسية أن إسرائيل لا يعنيها رد ولا يعنيها أي شجب ولا يعنيها أي فصيل أو أي جهة. بالأمس قتلت أكثر من 7 من المطبخ العالمي وهم من الجنسيات الأجنبية، لا يهمها أي شيء، يهمها فقط هو تدمير وقتل كل شيء في قطاع غزة. يعني دكتور، أعلن نتنياهو من بداية هذا العدوان على قطاع غزة عدد من الأهداف لهذه الحرب، ومنها القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين. هل حققت إسرائيل فعلا أهدافها من هذا العدوان أم أنها دخلت في متاهة يعني غير متوقعة؟ لو تطرقنا إلى ملف الأسرى، إسرائيل لم تستطيع أن تخرج أسير بقوة السلاح بل في الاتفاق، وهذا ما حدث في الهدنة التي كانت مدتها 7 أيام مقابل إخراج الأسرى المدنيين مقابل بعض الأسرى في السجون الإسرائيلية، وكان هذا باتفاق ما بين الطرفين في الوساطة المصرية. فبالتالي إسرائيل نتنياهو لم يحقق الهدف الذي رسمه في 7 أكتوبر في أن يقضي على حماس وأن يخرج الأسرى. هو يقتل الأسرى ولا يخرجهم، وينفذ بروتوكولا واضحا هو قتل أي أسير إسرائيلي ممكن أن يشكل خطرا على الجيش أو على إسرائيل. فبالتالي لا يعنيه الأسرى ولا يعنيه أن يخرجوا أحياء أو أموات، هو يعنيه فقط أن يستمر في الحكم، وهو يعلم جيدا بانتهاء الحرب سيكون السياسي مجهول. فبالتالي لا يريد إنهاء الحرب، يريد إطالة الحرب، وهو أيضا يرفض كافة المقترحات التي تقدم من قبل الوسطاء سواء كان مصر أو قطر أو المخابرات الأمريكية، وهو لا يريد أن يعطي مجالا أيضا للمصاد أو الشباك في التفاوض من أجل إنهاء هذا الملف. هو لا يريد أن ينهي هذا الملف، ويريد تدمير قطاع غزة ويريد لحكمه أن يستمر طويلا. نعم، يعني بعد حادثة وورلد سنترال كيتشن التي سلط الضوء عليها من قبل الدول الأوروبية، خاصة بأنها كانت تضم عدد كبير من الجنسيات وقتل عدد من موظفي الإغاثة العاملين في غزة، ما السيناريوهات المتوقعة للرد الدولي على الإجرام الإسرائيلي بعد هذا الحادث؟ هذه الحادثة ليست الحادثة الأولى، حوادث كثيرة ومشابهة. عندما قصف وقتل أكثر من 500 في المستشفى المعمداني الذي يتبع للطائفة المسيحية، هو لا يعنيه
مسلمين او مسيحيين، وهو يوصل رساله من خلال استهداف افراد المطبخ المطبخ الاجنبي او العالمي، في ان يوصل رساله للجميع بان يعني يجب عليكم عدم الدخول الى قطاع غزه، قطاع غزه منطقه قتال مشروعه لهم، واي شخص يتحرك سيقتل، فبالتالي اسرائيل لا يعنيها اي رد، ولا والعالم ايضا الغربي وبعض الادارات الغربيه ردودها ضعيفه جدا تجاه ما يحدث من تدمير واباده جماعيه وقتل للاطفال وللنساء، يعني عدد اكثر من 70% من الذين استشهدوا من الاطفال والنساء، وهذه رساله واضحه للجميع ان اسرائيل لا يعنيها الا القتل والتدمير. نعم، كل الشكر لك دكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني على كل هذه التفاصيل المهمة، كنت معنا من القاهرة.